وطبعا قبل سنوات كانت جرت معركة شهيرة بين مقاتلي مشرطة ومقاتلي الزنتان حول مطار طرابلس الذي يقع الآن في قبضة الجيش الوطني الليبي منذ بدأ حملته على طرابلس منذ 9 شهور إلى يعني من أبريل 2019 أوائل أبريل. الحقيقة كان مفاجئا جدا فكرة التقدم من الشرق، يعني الذي حدث في طرابلس أن القوات الجيش الوطني اللي بتقدمت من الشرق إلى الجنوب إلى سبها ثم صعدت شمالا وغربا إلى طرابلس. هذه المسافة يعني ربما العيب العسكري الوحيد فيها اللي هو طول خطوط الإمداد 1500 كيلومترا، إنما التقدم من على ساحل البحر الأبيض المتوسط آخر منطقة كانت لدى الجيش الوطني الليبي هي منطقة الهلال النفطي الشهيرة، يعني المواني اللي هي سدر وبريقة ولاشلانوف. وبعد ذلك التقدم من الشرق هذه المرة بدأ مفاجئا جدا، ثم تحرير المدينة وهي مدينة كبيرة جدا سيرت كان مفاجئا ولم يستغرق سوى 3 ساعات. وتم القوات المواجهة اللي هي منسوبة لما يسمى حكومة الوفاق وغالبها من قوات مصراتة، وكانت أطلقت على نفسها اسم قوات البنيان المرصوص. لا طلع بنيان ولا طلع مرصوص، هو نزل فجأة كده، انهار فجأة يعني. انهار فجأة طبعا وطبعا سقطت فيما أعلن أخيرا، يعني في كتيبة من هذه القوات تبقت مع قوات الجيش الوطني الليبي إلى كتيبة مسمى 604. وطبعا بعض خلط في متابعة أخبار ليبيا فيما إذا كانت هذه الكاتبة التابعة لقوات مصراتة قد انضمت بعد تحرير سيرت، هي لحظة تحرير سيرت تبقت في سيرت وانضمت لقوات الجيش الوطني الليبي. سيرت من زاوية جغرافية وزاوية الاستراتيجية مدينة هامة جدا، هي طبعا مسقط رأس العقيد القذافي رحمه الله، أيضا فيها تركز سكاني من قبيلته القزازفة، وقتل العقيد القذافي في مدينة سيرت وعلى يد قوات مصراتة بالتآمر مع الفرنسيين وقتها. إنما الفكرة الأساسية في سيرت إن هي وهذا وضع لا تحظى به كل مدن الساحل، بعض مدن الساحل فيها ميناء وفيها مطار مدني وفيها قاعدة الجرذبية الجوية، وهي تقريبا صاحبة أوسع أو أطول ساحل على البحر الأبيض المتوسط بين المدن الليبية، لأنه معروف أنه ساحل ليبي على البحر الأبيض المتوسط طويل جدا، يعني يزيد عن 1700 كيلومتر. فهي نقطة أولا تحريرها بيؤمن بصفة نهائية موانئ الهلال النفطي، يعني لأنه طبعا نحن نعرف أنه في سنوات سابقة جرت الإغارة على موانئ الهلال النفطي أكثر من مرة، وانتهت المعركة المرة الثالثة وأن وضع الجيش الوطني الليبي قبضته بصفة نهائية على هذه المنطقة اللي هي سرة الثروة البترولية الليبية. وهذا طبعا سبب، هذا هو السبب في أننا نكرر دائما أنه في يد الجيش الوطني الليبي 95% على الأقل من موارد الغازية والبترولية في ليبيا. سيرت كمان لها أهمية من الزاوية السياسية، يعني من المعروف أنه ثورة 17 فبراير كان هناك تياران، تيار 17 فبراير التي تدور بينه المعارك الآن ما بين ميليشيات المساندة للسراج أو التي يعمل السراج أسيرا لها، وبين الجيش الوطني الليبي، كلاهما شارك عسكريا ومدنيا في ثورة 17 فبراير حفتر وغيره. لكن كان هناك فجوة مع أنصار العقيد القذافي اللي هو تيار الفتح من سبتمبر، وأنصار العقيد القذافي عاصمتهم هي سيرت، ومن المؤكد أنه تم يعني هذا الكلام بالتعاون مع القطاع الغالب من أنصار العقيد القذافي، لأنه في هيئات متعددة، الحركة الشعبية الوطنية وأنصار ابنه وكذا وأنصار أحمد قذافي الدم، يعني في مجموعات أيضا، وهذه المجموعات المشترك بينها وبين تيار حفتر هو العلاقة الطيبة مع القاهرة. فيبدو أن القاهرة نجحت يعني في
تمتين التحالف بين الطرفين. أهمية طرف العقيد القذافي من الزاوية الميدانية اللوجستية أنه هو ينشط أساساً أو موجود أساساً في الجزء الغربي من ليبيا التي تقع طرابلس فيه، فهذا يعد انتقالة كبيرة جداً، وهذا ما يفسر سرعة تقدم كمان الجيش الوطني الليبي غرب سرت باتجاه مصراتة. طبعاً تحرير مصراتة يعد قضاء نهائياً على هم اعلنوا الجيش الليبي اعلن يا استاذ عبد الحليم ان القوات تقدمت باتجاه محميه الهيشه الواقعه جنوب مدينه مصراته، وانه تم تكبيد الميليشيات فعلا مزيدا من الخسائر. في محميه الهيشه وفي بلده اسمها الوشكه والعجلات، ويعني في اكثر من بلده في الوسط يعني، بس بلدات صغيره يعني. تقدم الى سرت، هم الان اخر كلام ان على بعد اقل من 100 الى مصراته من 100 كيلومترا من مصراته، اخر تطور في حركه الجيش الوطني. فكما قلت انه في سباق الان اتصور ان له علاقه بالتطورات الدبلوماسيه والسياسيه. طبعا في تدافع دبلوماسي هائل في الفتره الاخيره، في اجتماع القاهره اللي شامل مصر واليونان وفرنسا وقبرص، وانضمت اليه ايطاليا بصوره جزئيه. في نشاط في الجزائر على الجانب الآخر، وزير الخارجية الإيطالي قبل وزير الخارجية التركي، ثم ذهاب وزير الخارجية المصري برسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون. وتذكرون طبعا أن أنا ألححت على هذه النقطة قبل أسابيع. وكمان وزير الخارجية المصري سامح شكري وجه دعوة باسم الرئيس السيسي إلى الرئيس عبد المجيد تبون لزيارة القاهرة. هذا التطور اعتقد انه ايجابي جدا. في تواصل طبعا، في محاوله من اردوغان لانقاذ ماء وجهه بالكلام عن الاتفاق مع الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي بوتين على ايقاف وقف اطلاق النار. يفترض ان هم اتفقوا على ان يتم الساعه 12 مساء اليوم، يعني بعد اقل من ساعه. من غير الواضح الى الان، الجيش الوطني الليبي اعلن رفضه مبدئيا لوقف اطلاق النار، واشترط لوقف اطلاق النار ان يتم اخراج الميليشيات المتطرفه او الارهابيه، يعني من الاخوان والجماعه الليبيه المقاتله ومن المرتزقه المنقولين من شمال سوريا بواسطه تركيا الى طرابلس، وهناك تقديرات حول اعدادهم الراهنه التي تجاوز الالف مرتزق.